لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد في عالم الرياضة. يلاقي فريق الوداد الرياضي مستضيفه نادي الجيش الملكي في مقابلة قوية تجمع بين كلا الفريقين برسم الجولة السابعة من الدوري المغربي. ويدخل الفريق الأحمر المقابلة وعينه على تحقيق الانتصار عندما يحل ضيفا ثقيلا على نادي الجيش الملكي. ويحتل الفريق الأحمر المركز الأول ب16 نقطة إلى جانب فريق الرجاء الرياضي. من جانبه يطمح نادي الجيش الملكي لتجاوز خصمه الوداد الرياضي في كلاسيكو المغرب رغم صعوبة المهمة. ويتواجد نادي الجيش الملكي في المركز السادس ب9 نقاط. ومن المتوقع أن يدخل الفريق الأحمر المقابلة تحت قيادة المدرب وليد الركراكي بالتشكيلة التالية: في حراسة المرمى أحمد رضا التقنوتي، في الدفاع الاعتماد على أشرف داري والشيخ إبراهيم كومارا في محور الدفاع، وإشراك يحيى عطية الله وأيوب العملود على مستوى الأطراف كجناحي دفاع. في الوسط الاعتماد على يحيى شبران وأيمن الحسوني بالإضافة إلى اللاعب جلال الدودي على مستوى خط وسط الميدان. في الهجوم الاعتماد على مؤيد اللافي وصيم المصوفة في الأجنحة وإشراك المهاجم بن زغاي في قلب الهجوم. وتقام المواجهة بين الفريقين يوم الخميس انطلاقا من الساعة 6:15 مساء على أرضية المركب الرياضي مولاي عبد الله بالرباط، وذلك برسم جولة السابعة من البطولة الوطنية الاحترافية. للإشارة المقابلة بين الفريقين ستنقل على قناة الرياضية المغربية.